وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. دكتور محمد، بعد التحية، كيف انعكس منصب نائب رئيس الجمعية العامة للبيئة على مكانة مملكة البحرين في المحافل الدولية والقضايا البيئية؟ شكرا أخي الكريم على الاستضافة. في البداية أحب أبين أن الحصول على منصب نائب الرئيس للجمعية العامة للبيئة ما هو إلا تقدير لجهود مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة وبمتابعة حثيثة من سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء وحرص من سيدي سمو الشيخ عبد الله بن حمد رئيس المجلس الأعلى للبيئة. وهذا إنما يعكس دور البحرين الدولي والدور اللي تقوم فيه من دور بارز في اهتمام في القضايا البيئية ومجهوداتها كذلك في التنسيق والتعاون بين كافة دول المنطقة اللي نمثلها في الأمم المتحدة وهي دول الآسيا باسيفيك خلال الفترة السابقة. ونقلنا توجهات واهتمامات المنطقة في القضايا البيئية من خلال الاجتماعات التحضيرية والاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة. نعم دكتور محمد، ما هي أهم المحاور التي ركز عليها اجتماع الجمعية العامة بل اجتماع الجمعية للأمم المتحدة الخاص بالبيئة؟ تم التركيز في الاجتماع في الجمعية العامة على ما هي الأولويات الأقليمية والدولية لإعادة البناء من بعد جائحة كورونا، وما هي التدابير للحماية والوقاية التي اعتمدتها الحكومات والمجتمعات التي ساهمت في منح الفرص للتعلم وإيجاد الطرق للحفاظ على الصحة، وذلك بالاعتماد على القوى الطبيعية. وأظهرت النتائج بما لا يدع للشك أن الطبيعة والأنظمة البيئية إن شاء الله سوف تتعافى إذا تم رفع الضغوطات التنموية، وأن هناك العديد من الطرق المبتكرة والتدابير اللي تساهم في تقليل بصماتنا الكربونية، وأن هذه التدابير حفزت الدول كذلك نحو التحكم والتحول الرقمي بشكل أسرع. نعم. الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.